تتجه مملكة البحرين إلى توطين الصناعات العسكرية بما تمتلكه اليوم من مقومات وخبرات تؤهلها لذلك، فقد أنتجت في بايدك 2017 آلية بحرينية، وفي بايدك 2019 أنتجت مدرعة أخرى لكنها بصناعة بحرينية خالصة من حيث الفكرة والتجميع والتصنيع، ليصبح بايدك اليوم كيانا وطنيا مرموقا يروج لمنظومة التطوير الشامل بالمملكة، كما يرفد الاقتصاد الوطني ومسار التنمية المستدامة. بروز الصناعة الخليجية في مؤتمر ومعرض بايدك كان لافتا من خلال ما كشفته الأجنحة المشاركة، ما ينبئ عن قدرة تنافس عددا من الصناعات العالمية الأخرى. ووفقا لتوجيهات جلالة الملك المفدى ورؤيته المستقبلية، تتجه البحرين لتوطين الصناعات العسكرية التي أبدى القطاع الخاص من جانبه استعداده للاستثمار فيها لنعيش عصر الجيوتكنولوجيا، كما أسماه سمو الشيخ ناصر بن حمد، الذي يأتي في ظل ما نشهده من تطورات في التقنيات المستخدمة والذكاء الاصطناعي. المدرعة الآلية فيصل هي الولادة الأولى التي شهدها الجناح الخاص بقوة دفاع البحرين هذا العام، لتروي قصة نجاح أخرى بعد أن كشفت المملكة في النسخة السابقة عن الآلية البحرينية ذيب، فكرة وتصميم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، التي كانت بمنزلة حجر الأساس لتأسيس الصناعات العسكرية البحرينية. وتعد فيصل أول مدرعة متعددة الأغراض يتم تصميمها وتجميعها في المملكة بكفاءات وكوادر وطنية وحسب المواصفات الفنية المعتمدة دولياً. تعزيز دور القطاع الدفاعي والعسكري ومختلف الوسائل التكنولوجيا الحديثة في المجال الدفاعي هو الهدف الأساسي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019، والذي لفت أنظار زواره من مختلف أنحاء العالم إلى العديد من الصناعات في المجال العسكري. وكان لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في المعرض مجموعة كاملة من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك طائرة شاهين، وهي طائرة عمودية للإقلاع والهبوط، تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في المملكة العربية السعودية. لم تكن سيارة تويوتا لاند كروزر التي صنعت في عام 1953 مصممة للاستخدام العسكري، ولكن بسبب تميز هذا النوع من السيارات وقدرتها العالية على تخطي الطرق الوعرة، استخدمت هذه السيارة بشكل واسع في المجال العسكري. ولهذا السبب طورت الشركة التركية أسلسان هذه السيارة عبر تزويدها بمحطة كاملة لنظام التحكم عن بعد، بهدف استخدامها لتشغيل العمليات القتالية في المناطق الحضرية والمدن.
وتأخذنا أجواء المعرض إلى منصة شركة ليوناردو الإيطالية التي قدمت مجموعة من الذخيرة غير الموجهة والموجهة بما في ذلك المدافع البحرية وأنظمة المدفعية الأرضية والتي يمكن أن تقدم تأثيرا كبيرا على النطاق العسكري. معرض بايدك 2019 استقطب أيضا شركة سترايت جروب الرائدة التي كشفت عن 4 أنواع من الناقلات المدرعة، وصمدت سيارات هذه الشركة لهجمات لا تعد ولا تحصى على مر السنين بفعل تصميم سياراتها المصنوعة من الفولاذ البالستي والمقاوم للرصاص. معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 يعد منصة دولية تستقطب صناع القرار العسكري وخبراء الأمن على مستوى المنطقة والعالم من أجل استعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الصناعات العسكرية بمشاركة أكثر من 200 شركة عالمية.